السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وعاملين ايه؟ النهارده طبعا في حلقة جديدة من برنامج جيل يشرف. زي ما انا عودتكم دايما ان احنا معانا ابطال ومعانا ناس بتشرف بجد، الجيل اللي الناس كلها مش واخدة بالها منه، الناس اللي بتقول اصل مصر جيلها بايظ واصل المجتمع مش عارف ايه، لا احنا معانا جيل بجد يشرف، الناس مفيش منها كتير. النهارده انا مش هقيمهم ولا هحكم عليهم ولا اي حاجة، انا هسيبكم انتوا تحكموا عليهم وتقيموهم بنفسكم. معايا ناس بجد تشرف، انا فخور بيهم جدا. نتعرف كده على ضيوفنا الجميله بقى. اهلا، اهلا وسهلا بحضرتك. اسمي اهلا احمد اهلا احمد، منين اهلا؟ من القاهرة. صلاح محمد صلاح محمد، منين؟ من شبرا. شبرا الخيمه. شبرا الخيمه. محمد سيد. محمد سيد. بس انا علي صوتنا شويه بقى عشان الناس كلها تسمعنا. الضيوف الجميله دي معانا النهارده عشان نشوف قد ايه الناس ديت كان فيها برضو عندهم ظروف وعندهم ضغوطات وعندهم تحديات ومشاكل، لكن برغم كده هم قدروا ان هم يتحدوها وقدروا ان هم يكونوا حاجه كويسه. عشان ما نبقاش كل واحد بقى قاعد في البيت بيتحجج بالظروف ويقول اصل انا كانت ظروفي وحشه، اصل انا عشت في بيت مش عارف عامل ازاي، لا الناس دي اتحدت ظروفها وقدرت ان هي تكون حاجه كويسه ومشرفه. نشوف اهلا كده في الاول، كده نتكلم كده مع اهلا وكلمينا عن مواهبك وعن الحاجات اللي انت بتعمليها. في البداية أنا برسم، بكتب قصص وروايات تمام. وبغني وبحب القراية جدا جدا جدا، وإن شاء الله يعني أكون حاجة في يوم من الأيام. نقولهم تاني بقى، انا برسم، برسم، بغني، بغني، بكتب روايات بكتب وقصص، روايات وقصص، يعني بألف، كاتبة مؤلفة. ها، بألف شعر قصير بألف شعر برضو وبتلقي شعر وبمثل برضو وبمثل، ما شاء الله. ها، وبعمل يعني عروض إيقاعية اللي هي وعروض مثلا إيقاعية. تمام. فيها حركة على المسرح يعني وكده. اه، بس مش ناقص حاجة تاني. طيب والدراسة بتاعتنا أخبارها ايه؟ لا، هو من ناحية الدراسة فهي تمام جدا. أنا الحمد لله يعني الأولى على المدرسة بتاعتي في ثالثة إعدادي، حلو جدا. وخدت شهادات تقدير كتير جدا من المدرسة، كل المواد في العلمي وفي الأدبي، مفيش مادة يعني. صلاح بقى، يعني احنا عايزين نعرف بدأنا مشوارنا ازاي، قدرنا نوصل اللي احنا وصلنا له ده ازاي، مين اللي كان بيشجعنا؟ هو طبعا اللي بيشجعني كان الأول والدي ووالدتي، ربنا يخليهم لك يا رب. وبعدين فضلت واحدة واحدة لغاية ما وصلت إن أنا أبقى مدرب ومنقذ. الأول بدأت لاعب. يعني انت حاليا مدرب ومنقذ، عندك كام سنة؟ عندي 17. 17 سنة. شو انا بقول لكم، انتوا احكموا انتوا بقى. يعني انا معايا صلاح محمد، صح؟ تمام. صلاح محمد 17 سنة، مدرب سباحة ومنقذ سباحة، ما شاء الله. يعني ده معاك اعتماد من الاتحاد او مع حاجة زي كده؟ الشهادات اهي ديت، اعداد اعرضها على معلم. الشاشة بقى هنا كده على الكاميرا كده، خلي الناس كلها تشوف. دي ده ايه بقى؟ ده دوت اعداد معلم سباحة ده والسلامة في معلم المياه، سباحة. تمام. دوت الانقاذ الغرق والاسعافات الاولية. بسم الله ما شاء الله عليك. وده بقى الكارنيه دوت برضو من الاتحاد، دوت ممتاز جدا، منقذ. منقذ. احنا معانا دلوقتي ما شاء الله يعني 17 سنة، بطل سباحة، لا ده مدرب كمان سباحة، أصغر مدرب، نقول أصغر مدرب سباحة وأصغر منقذ مثلا إن شاء في الله مصر، الحمد أصغر صح؟ لله. وبإذن الله تبقى حاجة أولمبية بقى وشغل تاني بإذن الله، بإذن الله، صح كده؟ بإذن طب الله. مين الحالية اللي بيشجعنا بقى، بابا وماما مين كمان؟ طبعا الكابتن بتاعي كابتن سامح العميد هو اللي خدني من وانا لاعب ووصلني للمرحلة اللي انا فيها دي دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. انت حاليا بقى بتشتغل في المهنة دي، يعني انت بتدرب؟ حاليا انا اول ما خدت الشهادتين معتمدة من الاتحاد، كابتن سامح شغلني دي معاه من في الاتحاد نفسه، الأكاديمية، اتحاد من السباحة. الاتحاد نفسه اشتغلت معاه في الأكاديمية. بعد كده اتعلمت ازاي اشتغل وبقيت اشتغل لوحدي. عاش ليك والله، عاش ليك يعني بجد يا جماعة، شكرا انا فخور دكتور. بالناس الجميلة دي. طب نيجي بقى لمحمد سيد. اللي انا عارفه يا محمد ان انت ما شاء الله عليك، يعني انت عديت تحديات كتير جدا ومشاكل وضغوط، قدرنا ان احنا يعني نتخطاها، قدرنا ان احنا نتغير، وصلنا للتغيير الحقيقي الجميل اللي الناس بتتكلم عنه النهارده. انا حابب اسمع منك بقى ايه هي التحديات والضغوط او المشاكل اللي قدرت اللي واجهتك وانت قدرت تتحداها او قدرت تتغلب عليها، وتغلبنا عليها ازاي؟ هو كان اول حاجه كانت بتقف قدامي عامه اللي انا بقى كنت بيأس. كان بيأس. احنا في سننا كمراهقين بيكون علينا فتره اكتئاب ويأس وكده، فلما انت بتكون عايز توصل لحاجه في حاجه ممكن توقفك زي اليأس مثلا، زي ما انت تكون مكتئب كده فمش هتعرف تكمل. تمام. بس فتغلبت عليها، تغلبت عليها ب ان انا ما حطش في دماغي عامه. يعني انا كنت كل انا بسمع الكلام ده بدأت اقرا عنه كده بس، خلاص تخطيته مش في دماغي بس.
طيب بص يا محمد، يعني انت قلت نقطة جميلة جدا، يعني نوضحها بقى للمشاهدين. هو هنا قدر يعرف ان اليأس ده عبارة عن وهم، زي ما هو بيقول انا قريت عنه وعرفت، فهو عرف ان اليأس ده او الفشل ده عبارة عن وهم احنا اللي بنتوهم بيه، هو عبارة عن سجن احنا اللي بنحط نفسنا فيه ومفتاحه معانا احنا. تخيل، يعني هو عبارة عن سجن احنا اللي عملناه واحنا اللي حطينا نفسنا فيه، وبعد كده قفلنا على نفسنا والمفتاح معانا. صح. فبالتالي انت فتحت باب السجن ده وخرجت منه وتحررت، فبقيت بالظبط ما شاء الله محمد سيد اللي احنا شايفينه. حبيبي طب محمد سيد ما شاء الله، يعني احنا بنغني صح؟ بنعرف نمثل، بنعرف نأدي، بنعرف نصمم تصميمات، مونتاج، مظبوط. يعني ما شاء الله برضه احنا بنتكلم عن مواهب متعددة. الدراسة أخبارها إيه معانا في الشق ده؟ تمام، يعني بحاول مش أظبط. راكنها على جنب، أساسي لا مش معانا. راكنة، دي حاجة أساسية طبعا. كويس جدا. طب ونفسنا نطلع إيه؟ مهندس تكنولوجي. مهندس تكنولوجي، ممتاز جدا، عاش ليك بجد. أهلا، كلمينا بقى عن إيه الدراسة، إزاي بقدر أوفق بينها وبين المواهب المتعددة اللي إحنا سمعناها دي؟ هو أول حاجة تنظيم الوقت، لو احنا عرفنا نتحكم في الوقت وننظمه أكيد أكيد كل حاجة هتمشي تمام وزي الفل زي ما بيقولوا، لأن الوقت يعني هو اللي بيتحكم فينا مش احنا بنتحكم فيه. ربنا ممتاز جدا. مدينا وقت معين في اليوم لازم على الأقل نستثمره. طب انت كنت قلتي لي دلوقتي ان انت معاكي شهادات دراسيه وما شاء الله متفوقه دراسيا، وي طب نحب ايوه انا نكلمين متفوقة عنهم كده. الدراسة، يعني مثلا معايا لغة عربية طبعا المشرف بتاع، ومعايا فيزيكس، ومعايا ماس طبعا ده مركز على مستوى المدرسة والإدارة، انجلش، ودول من معهد جوتا ألماني. يعني ممتاز أنا جدا، لغاية دلوقتي أقدر أعمل وضحيهم تيتشينج، بقى للشاشة أعمل أكتر. تيتشينج لأي حد دلوقتي ألماني. معايا اللغة عامة، يعني معايا شهادتين في أولى إعدادي وتانية إعدادي، ودي خدت 3 سنين ورا بعض الأولى على المدرسة في ممتاز. الألماني، ودي يعني انت دخلت في الالماني ما شاء الله، في الدويتش ما شاء الله، ممتاز جدا. ودي في العباقرة، دخلت تيم العباقرة، كنت أصغر بنت تدخل العباقرة في 3 إعدادي وهو كان ثانوي، بسم الله ما شاء الله. يعني هو اصلا فدخلته كان التيم ده للثانوي، للثانوي فقط انت دخلتي ثالثه اعدادي، بسم كمكافأة، الله ما شاء يعني الله، present name لمجهودك المدرسة. طبعا وكده. دي كانت شهادة واحدة، ودي كنت بعد مع صحابي، يعني احنا كنا بنعمل تيم عشان التيم بتاعنا يبقى كويس، يعني في الأسئلة زي ما احنا قاعدين كده مثلا تمام، أجواء التيم برضو، كويس جدا. فأنا كنت بعد معاهم الفقرات، بجيب الأسئلة، بنعمل أسئلة، يعني بجيب كنت شغالة المعلومات. معدة، يعني دخلنا كمان انت بقيتي معدة برامج كمان ما شاء الله. أيوه. وهنا بقى في الفنون المجال المسرحية اللي هو الفني، التمثيل صح؟ كله هنا كويس في جدا. التمثيل، في المسرحية، ودي في الأنشطة المكتبية، مكنتش بخرج من المدرسة يعني المكتبة. المكتبة، قاعدة في المكتبة على طول. القراءة، اقرأ و باسم ربك الذي خلق، القراءة مهمة بالظبط، جدا. وده في الإبداع المسرحي الإيقاعي، كنت بألف رقصات هندي، تركي، ممتاز جدا. ياباني اللي هو كي بوب. وهنا بقى في القراءة لخصت 350 كتاب وخدت مركز رابع على مستوى الإدارة، المركز الرابع في تلخيص 350 كتاب. انت لو ودلوقتي لخصت كملت. 350 كتاب وقرأتيهم ولخصتيهم، انا قاعد قدام عبقرية فعلا، عبقرية ايوه دول حقيقية. كانوا في 6 شهور بس، ما شاء الله عليك بجد. فهم دي برضو اللي خلاهم ياخدوني في العباقرة ممتاز جدا. من وانا صغيرة يعني، ودلوقتي كملت وداخلة اهوت في 400 كتاب حلو في جدا، حياتي كلها، يعني حلو مسيرة جدا، حياتي. ممتاز. دي بقى في الرياضة، كونغ فو، الرياضية الكونغ فو، كنت واخدة بطولة حلو جدا. على مستوى النوادي ومعايا ميدالية ذهبية برضو. خدت ميدالية ذهبية في كونغ فو ما شاء الله، ده انت مسابقة نفس الجهد ده. ما شاء الله، احنا مش عايزين حد يحسدها يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. نقول كده بقى واحنا بنتفرج على أهلة، بسم الله ما شاء الله. دراسيا زي ما احنا شايفين هي الأولى، فنون مسرحية، يعني كتمثيل وكفن كمان وغنى وشعر ما شاء الله، رياضيا كمان متفوقة ومتميزة. ده في الكونغ فو، ودي في الكاراتيه كويس والزومبا جدا، برضو في نفس الوقت كتخسيس، حلو يعني تريننج طبعا. تخسيس زومبا وكاراتيه. وهنا بقى في الصحافة الإلكترونية، في الكريكاتير، كنت شاطرة، بطلع أتكلم مثلا على على طبعا مش تلفزيون بس، كانت صحافة إلكترونية، ممكن مثلا أعمل رسومات إبداعية تتكلم على السياسة، على التابلت، الحاجات دي صحافة حلو جدا، إلكترونية. حلو خدت جدا. مركز سادس جمهوري ومعتمدة برضو الشهادة، ودي بقى آخر شهادة في الشعر العربي، خدت أول على مستوى المركز الجمهوري. الأول ما شاء الله في الشعر. انت بتعرفي تلقي شعر؟ بعرف مألفة ألقي حاجة؟ شعر، كاتبة حاجات بس حاليا مش معايا للأسف، مش يعني معاك. كتبت شوية حاجات صغننة عن الرسول وعن الصداقة، ودخلت برضو بواحدة في دي بس للأسف خدت بيها مركز على مستوى الإدارة بس.
بسم دي الله ما سنة شاء الله. 2019 بسم الله ما شاء الله يا مستوى جماعة، يعني الجمهور. احنا عايزين ندعمها ونشجعها بشكل حقيقي. يعني ما شاء الله أهلة، يعني اللي انتوا شايفينه ده هي بتختصر عشان بس ايه وقت البرنامج، وعشان يعني دي الحاجات البسيطة بس. وانا طفلة يعني ده ابتدائي فبلاويز، فانت مرحلة كسلت تشيل دروس طبعا. برضو برسم وفي طب نشوف رسومات هنا رسوماتك برضو، كده، فحاليا انا جايبة رسومات صغنونة مش مشكلة، حلقات نشوف يعني. الرسومات الجميلة بتاعتك. دي واحدة حلو جدا، يعني ك انت وريها لهم ديزاين بقى، وريها لهم هم عشان انا عايزهم هم يشوفوها. ديزاين قربيها للكاميرا اهي كده، ايوه وريني كده، عايزين الناس كلها تشوفها. بصوا يا جماعه، يعني اهله اهي شايفين الرسمه بتاعتها، بسم الله ما شاء الله عليها. في واحدة تانية بس دي يعني كنوع من ال ده بقى كان ايه ده بقى؟ الرسوم ده انت لقينا التعبيرية. الرعب ده ولا ده ايه؟ لا يعني بتعبر عن اللي هو مثلا الضيقة والخنقة في الضيقه والاكتئاب يعني. بتاع المراهقين برضه. دي بقى عن الأمومة، دي عن بس هي الامومه بالعرض. بالعرض. عن الامومه الأمومة دي يعني، دي بس ماما ودي التعبير. انت صح كده. لا هي عن ربنا يخلينا الأمومة. ماما يا رب. ميرسي. طب صلاح، يعني حابين بقى نتكلم معاك شويه في اللي جاي بقى، انت ايه خطتك في اللي جاي؟ حابب تعمل ايه؟ ان شاء الله اللي جاي اخد الانقاذ الدولي، ودي بتيجي من بلجيكا مش من مصر، فديت باذن الله اول دوره اللي هتبقى اول السنه، وباذن الله دي اللي بستعد لها من دلوقتي، لان دي ده التقيل بقى، دي الدوليه. ممتاز جدا بجد. انا كان ليك فيديوهات برضو اللي هي اثناء التمرين واثناء ما انت بتدرب الناس وكده، لو الفيديوهات جاهزه ممكن نشوفها بعد اذنكم. ده كان واحد بيتمرن معايا. طب يعني كلمني بقى عن الفيديوهات الجميلة اللي احنا شفناها دي اللي السادة المشاهدين شافوها. دول اصدقائي، دول ده بيتأهلوا هو فيديو اللي هو السباحة. دول ده واحد بيتأهل لكلية الشرطة، هو بيتأهل لكلية اه الشرطة. فانا بأهله ان هو يعدي الاختبار بسم الله ما شاء الله، يعني انت السباحة. صلاح محمد بيأهل طالب لكلية الشرطة. تمام. بسم الله ما شاء الله عليك. والتاني ده برضو بإذن الله الفيديو التاني ولا نفس لا الشاب اللي نفس كان؟ الشاب، هما تمام. اتنين معايا في في واحد المرة، اللي هو بيتأهل لكلية الشرطة، والتاني واحد بيتعلم عادي. بيتعلم سباحة تمام، عادي. انت بيتعلم المدرب سباحة عادي، بتاعهم أنا حاليا. المدرب بتاعه. بسم الله ما شاء الله. والفيديو التاني اللي هو تدريبك انت. ده تمرين أنا في الجيم. تمرينك انت، لو انت مش مكتفي بحتة انا سباح فخلاص انا قاعد في لا البيت بقى، انت يعني مستمر في تمرينك الحمد لله. بسم الله ما شاء الله عليك. طب نيجي بقى التاتو، يعني انا بسم الله ما شاء الله برضو انا شايف ان انت محبوب جدا سوشيال ميديا او غيره، واجتماعي وقادر ان انت توصل لقلوب الناس كلها. انا حابب اعرف ايه يعني، ايه هي السمات او إيه الشخصيه بتاعتك، او ايه هو اللي مخليك انت قادر تعمل ده؟ هو يمكن عشان ما بكرهش حد، ما اخليش حد يزعل مني، بحب الناس كلها تكون حباني، ما بعمل لهم اي حاجه بس اللي هم يحبوني، بس بسبيل الخير طبعا. طبعا اي حاجه خير. اي حاجه هي. كويس جدا. وهي دي الميزه الوحيده اللي تقدر تخليني الناس يعني ان الناس كلها حواليك، ان انت يعني تقريبا انت مش بتزعل حد، وقابل الناس كلها على عيوبها زي ما هي، فبالتالي هم كلهم بالظبط بيقربوا منك انت اكتر. بالظبط. بسم الله ما شاء الله عليك. طب انا كنت دردشت معاك كده قبل الحلقه، فانت كنت تقول لي انا مش بخاف من حاجه، او بمعنى ان انت دلوقتي واصل لمرحله ان انا هجرب، مفيش مانع ان انا اجرب، ان انا انا بحب اجرب يعني، انا في طبيعتي لا بحب اجرب اي حاجه، مثلا غنى اجرب غنى، ديزاين لا دي سنه من وانا صغير فمجربه من وانا صغير. بس جربت برضه ساعتها، جربتها جربتها. ما بتلتفتش لكام المحبطين بقى، لا لا مش انا في حابب ان دماغي انا اعمل خالص، كذا فبعمل كذا، مش في دماغي، فكره عبقريه يعني لا جت في ولا دماغك بتعملها. مينفعش خالص، مش في دماغي اساسا الكلام ده. كويس جدا. انا الكلام ده اساسا مكنسله ومكمل في الطريق اللي انا عايز اوصل فيه بسم يعني. الله ما شاء الله عليك. طيب اهلا قولي لنا كده خطتك ايه بقى، يعني قولي لي خطتك ايه من ناحيه التعليم ولا من الفن؟ ناحيه كل حاجه، اهلا نفسها ايه اللي جاي بقى؟ وان شاء الله انا داخله اهوت سنه تانية ثانوي، كنوع من التعليم يعني، نفسي اكمل واخش طب ان شاء الله.
فجراحة طب أطفال أسمان. كويس جدا، ده دراسيا. ده دراسيا، حلو. ده حلمي يعني. ففي موضوع الفنون إن شاء الله يعني بكتب الرواية زي ما قلت لحضرتك، كتبت رواية والرواية التانية شغالة فيها. يعني قريب جدا احنا عندنا روايتين من أهلة، رواية رومانسي ورواية ممتاز. رعب الاثنين. رومانسي ورعب، احنا نخش رومانسية نخرج نترعب ننام الموضوع انتهى. وبرضه الرعب فيها رومانسي برضه. حلو جدا. طب بمناسبة الفنون بقى، انت كنت اللي انا اعرفه ان انت بتغني وانت قلتي انا بغني، طب نسمع حاجة، نسمع حاجة من ممكن أهلة كده. ممكن مثلا حاجة عن الشهيد. حاجة عن الشهيد، ماشي نسمع. اتفضلي. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي أموت أموت وبلدنا تعيش، أمانة تبصوا لإيديها وتسلموا على بلادي. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في إيدي واسمي شهيد، في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في إيدي واسمي شهيد، بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوة ولبسة جديد، لآخر نفس فيا بنادي بموت وأنا بحب بلادي. عاش، أنا هسقف لك أنا عشان بس إيه، يعني أنا بسقف لها، كل الناس اللي في البيت تسقف لها، ما شاء الله عليكي بجد، بسم الله ما شاء الله. وببوس ايد امي برضو في الموضوع، انا شايف برضو في الاغنيه موضوع فيها برضو يعني ماما برضو معانا يعني. وبرضو في موضوع الغنى والتمثيل انا بلعب جيتار وبلعب كل الالات الموسيقيه، بس جيتار اكتر حاجه بحبها يعني. انت عايزه عندي 5 جيتار ساعات في البيت. لا انت عايزه 5 ساعات لوحدك. وكنوع دخلت اوبريتات كتير قوي في المدرسه، وخدت مركز على مستوى الجمهوريه. بسم وبس الله ما شاء طبعا الله. ما كانتش سولو يعني، كانت كورال ورايا وانا بغني، بس طبعا مش كده. حاجه عن رمضان مثلا، اي حاجه، كل حاجه يعني. جماعه يعني اهله معانا اهي، اهله احمد يعني كلنا بنحييها بجد، وانا فخور بيكي جدا بجد. ميرسي يا دكتور. طب صلاح، لو انا هوجه شكر لحد، اوجه الشكر لمين؟ طبعا اول حاجه لوالدي ووالدتي. طب نوجه لهم الشكر بقى في الكاميرا، عايز ابص للكاميرا. طبعا احب اشكر والدي ووالدتي لان هم دون الدافع الاول، وثانيا الكابتن سامح العميد لان من وانا صغير خدني وعرفني طريق ازاي ابقى منقذ وازاي ابقى معلم سباحه. ممتاز جدا. وبعد ما خلصت الدوره خدني اشتغلت معاه في الاكاديميه عشان اتعلم برضو ازاي امرن وازاي اتعامل مع الاطفال وازاي اتعامل مع الغريق عمليا. تمام جدا. طب تاتو، السؤال بقى المميز، انا بحب اسال السؤال ده جدا، يعني هو ايه اللي جاي؟ ايه خطتك في اللي جاي؟ او انت حابب ايه؟ اجرب او مش اجرب، امشي في طريق اللي انا اوصل اخش اي مجال مثلا اتشهر فيه، بس في حاجه حلوه الشهرة. انت انا بتحب الشهرة، انت بتحب الشهرة بصفة عامة، كان بقى سوشيال غنى تمثيل اي حاجة، بس الشهرة بقى في الخير زي ما انت بتقول، اللي هو بمعناها الصحيح اللي هو اسيب اثر وعلامة في نفوس الناس. بالظبط. فانا عايز ان انا بكمل بسيب اثر وعلامة في نفوس الناس. انا كان بحب مثلا، بحب الجمهور يكون مثلا في جمهور، في ناس بتحبني، انا بحب الحوار ده. ممتاز جدا. باذن الله احنا معاك لحد ما نوصلك لطريق الشهرة باذن الله. الله يخليك يا دكتور. طب اهلا، لو انا هقدم نصيحة للمراهقين اللي في سننا او للناس اللي في سننا وفي جيلنا، اقدم لهم اقول لهم ايه؟ اول حاجة عايزك بقى تبص لهم هم بقى هنا في الكاميرا وتقول لهم. اول حاجة الدراسة، لو ما اهتميتوش بدراستكم مش حاجة تتحقق خالص. ما تقوليش بقى مثلا انا هبقى كذا وهبقى كذا خالص. لو الدراسة ما حطيتوش نفسكوا عليها في اساس مش هتبقوا حاجة. دي حاجة يعني مش بديكوا مثلا طاقة سلبية، لا بديكوا طاقة ايجابية، لان هي اللي هتحقق لكم هدفكم، وهي اللي هتخليكم تمشوا في مستقبلكم. تاني حاجة بقى الوقت، يعني الوقت ده حاجة لو احنا عرفنا قيمتها هنخاف ان احنا نقعد كده من غير ما نعمل، لا انا عندي وقت، عندي مش عارفة ايه كده يعني. لو مثلا عندك وقت فراغ او عندك وقت فراغ استثمروه في اي حاجة لها علاقة بالفايدة،
مش مثلا واتساب وشاتنج والحاجات دي، لا. لو مثلا بتحبوا التكنولوجي والسوشيال ميديا عامه، تقدروا تستفادوا من وقتكم في واتساب مثلا، تعملوا جروبات تفيدوا الناس اللي حواليكوا، يعني عامه كنوع من الفنون او حاجات زي كده، دي بتفكوا وبتفيد بلدكم. ممتاز فبس ممتاز أهلا بجد. طبعا يا جماعة أنا سعيد جدا بالضيوف اللي كانت معايا النهاردة، أهلا أحمد صلاح محمد، محمد سيد. أنا سعيد أهلا جدا بيك. بالناس الجميلة ديت، وأنا معاهم طبعا قلبا وقالبا، وأتمنى كل الناس اللي قاعدين بيشوفونا النهاردة برضو يدعموهم ويشجعوهم. الرسالة بوجهها لكل مرة لأولياء الأمور في البيت، كل أب وأم، يا جماعة الطفل ده هو العالم المجهول اللي مليان كنوز ومليان حاجات جميلة، لو احنا بس عامل زي البحر كده، لو احنا دخلنا وبدأنا نبحر فيه ونبحث فيه هنلاقي حاجات كتير جدا جميلة. كل اللي احنا محتاجينه بس ان احنا نقرب من ولادنا، ندعمهم، نشجعهم، نساندهم، تمام، وساعتها ابني ده هيبقى حاجة ما حصلتش. وده دورنا اصلا، ان احنا بنعد مواطن صالح للمجتمع. اتفقنا؟ اشوفكم بإذن الله في حلقة جاية. برنامج جيلي يشرف، بحبكم كلكم.